خلينا نبدأ مع حضراتكم بالأخبار اللي معانا، واللي أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة وأن الدولة حريصة على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة إلى 65%. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع عدد من ملفات وزارة السياحة. الدكتور مدبولي قال أن قطاع السياحة والأثار بيحظى بأهمية كبيرة، وخصوصا أن مصر بتعتبر مقصد سياحي عالمي وعندها إمكانات واعدة في هذا المجال. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خصوصاً في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لحرص الدولة المصرية على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة لـ 65% ودعم التنمية في البلاد، منوهاً إلى حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية والخدمية اللي بيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من ملفات وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة، وأكد مدبولي الأهمية البالغة اللي بيحظى بها قطاع السياحة والأثار ضمن أجندة وملفات عمل الحكومة على ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي عالمي وما تتمتع به من إمكانيات واعدة في هذا المجال. ده بالإضافة إلى ما يسهم به هذا القطاع ضمن موارد النقد الأجنبي للدولة، وهو ما يتطلب متابعة كافة الجهود الخاصة بدعم هذا القطاع الحيوي. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق. وثمن رئيس الوزراء دور هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية في مراقبة جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وأكد أهمية الاستمرار في تطوير أساليب ومنهجية عمل الهيئة بما يسهم في متابعة الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. أيضاً أكد رئيس الوزراء الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين صناعة الأدوية في مصر، خصوصاً في ظل جهود مختلف أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير دواء مصنع محلياً يتميز بالجودة والكفاءة العالية وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وده في إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع في الأسواق. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق بكل السبل الممكنة، مشدداً على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي. وفي ختام اللقاء وجه رئيس الوزراء بإعداد تقرير دوري عن عمل الجهاز والجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق في ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف الهام. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لقيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، مشددة على استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقاً للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدمتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة. كما أشارت إلى التزام شركات السياحة في إنهاء إجراءات المعتمرين ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وده من خلال البوابة المصرية للعمرة. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة قنا تم افتتاح مجمع خدمات الأسرة والطفولة في مدينة قنا الجديدة، اللي بيضم مكتب استشارات أسرية ونادي مسنين ونادي طفل ودار مغتربات. أما في البحر الأحمر فقد سلمت المحافظة عقود 93 ورشة للمنتفعين في مدينة الحرفيين بالغردقة. في عروس البحر المتوسط اسكندرية بدأت المحافظة تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية اللي بتنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا تم افتتاح مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة، اللي بيضم مكتب استشارات أسرية ونادي مسنين ونادي طفل بالإضافة لمكتب الطفل، فضلاً عن مشغل حياكة وتفصيل السيدات ومطعم ودار مغتربات.
في البحر الأحمر سلمت المحافظة عقود 93 ورشة ل 80 متعاقد بمدينة الحرفيين بالغردقة تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي 54، وبتقام مدينة الحرفيين على مساحة 60 فدان، وبتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية بالإضافة لنحو 134 محل تجاري. في الإسكندرية بدأت المحافظة تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية اللي بتنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية. في الدقهلية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه ببعض قرى مركز ميت غمر بسبب أعمال الصيانة، وهيتم القطع اليوم الاثنين من الساعة 10 صباحاً حتى 1 مساءً بقرية البوها، ومن الساعة 2 مساءً حتى 5 مساءً بقرية سنفة، وغداً الثلاث من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 مساءً بقرية ميت محسن، ومن الساعة 1 مساءً حتى 3 مساءً بقرية كفر بهيدا. في الغربية أعلنت مديرية الطب البيطري إن إجمالي ما تم تحصينه 11,000 رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدر الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وده خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 اللي بتستمر لنحو شهر. في الأقصر بتشهد المحافظة رواج سياحي وإقبال كبير على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي، وحلق 63 بالون طائر على متنه أكثر من 1450 سائح من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.